في ثبات في الاثنين اللي ورا. اعتقد محمود علاء والونش هيبقى بشكل واضح ان هم موجودين. هنا بقى المشكله ابو الفتوح مش موجود، وهي دي المشكله في نادي الزمالك. طيب احنا دلوقتي دي في مصر هنرجع نتكلم فيها مش بس في نادي الزمالك، احنا دلوقتي في انقطاع الناشئين. ما نبص تحت اكيد هتلاقي حد تحت كويس. يمكن ابو الفتوح، ويمكن انا طارق السيد هو اللي كان جايب ابو الفتوح على فكره نادي الزمالك. مظبوط انا عارف. وطبعا كابتن طارق عشان عينيه كويسه وعنده رؤيه، فهو ومكانه حتته قدر ان هو يجيب لاعب جيد. وانا شايف ابو الفتوح لمستقبل مش بس في نادي الزمالك، منتخب مصر. صحيح. لان الحته دي زي ما انت قلت عندنا مشكله فيها. عندنا مشكله ان عبد الشافي النهارده مش موجود. طب مين الباك ليفت اللي هيلعب؟ اللاعب ايمن اشرف، وايمن اشرف بقاله سنه بيلعب مساك. طب ما فيش باك ليفت في مصر. يعني احنا لو صنعنا ابو الفتوح دوت وهو مع في المنتخب الاولمبي مع الكابتن شوقي غريب، اعتقد ان شاء الله نواه حسنه لمنتخب مصر الاول. طب هو مش موجود نعمل ايه؟ الاقرب معروف يوسف، بتفقد 50% من قدرات معروف يوسف اما بيلعب باك ليفت. طب نعمل ايه؟ نحط باك ليفت او مساك نلعبه باك ليفت ويبقى الحته دي بس ما نهاجمش فيها. هتعمل مشكله. ايه مشكلتها؟ ان في جناح من الجناحين هيبقى ايه؟ عطل. هيبقى عطلان. طب نادي الزمالك دايما والكره العالميه كلها دلوقتي ثلاث ارباع الاهداف بتيجي عن الكرات الايه؟ العرضيه. يعني مثلا ما تشوف ماتش ريال مدريد الاخير مع بايرن ميونخ، يا دوبك مارسيلو طلع بواحده عملها صح بنزيما جون. خطا حصل ماشي، لكن انا بتكلم ليه؟ ان هتضطر تلعب معروف يوسف بيعرف يلعب بشماله، بيطلع الكوره من رجله صح، لو جاله كروس ممكن يقدر يتعامل معاه. فوجهه نظري هو معروف يوسف الاقرب. هو كابتن خالد جلال ما عندوش خيارات ثانيه. لكن انا سامع بيقولوا يعني ما اعرفش مين ممكن يلعب باك ليفت، واحد مساك. هو كان في يعني كلام ان اسلام جمال لانه لعب الحته دي قبل كده، بس اسلام خلاص خرج بره القايمه. بس اسلام ما اعتقدش صح. ما هو يعني الاقرب هو كمان بره القايمه. هو ما عندكش حل غير معروف يوسف. اعتقد معروف يقدر، هو عنده خبرات وذكي جدا على فكره. ليه؟ انا بيعجبني معروف يوسف ان هو بيلعب اسهل حاجه. صحيح. بيلعب على قد امكانياته. بس هو بقى ايه؟ ينقصه حته التصويب، حته الثرو باص، حته الحاجات اللي هي ايه؟ بيعملها بس يختارك. على فترات. بس كل فين وفين. انت لاعب محترف. صحيح. وطالما جايب لاعب محترف يبقى لازم يكون ايه؟ اسلوبه او طريقته افضل من اللعيبه اللي عندك. فاعتقد هو الاقرب بكره بالنسبه لتشكيله نادي الزمالك.